مرحبا، معكم نور التميمي. اليوم بتكلم لكم عن دليل المستكشف القطري. هو أول دليل من نوعه، بيكون بعدة نسخات وبعدة لغات. طيب إيش بنقدم لكم في هالدليل؟ الدليل باختصار بتكلم عن رحلات وتجارب الرحالة القطريين وإيش المغامرات اللي مروا فيها، إيش النصايح اللي يقدمونها لكم، والأشياء اللي لازم تحطونها بعين الاعتبار لما تروحون في هالرحلات.